أهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة لتطورات العدوان على قطاع غزة وملحمة طوفان الأقصى. لا يزال الاحتلال يمارس كل صنوف الانتهاكات بحق أهالي قطاع غزة، من مجازر بحق المدنيين وتدمير ممنهج لمناحي الحياة كافة في القطاع، وصولا إلى حرب الجوع بحق الغزيين في ظل حصار مطبق ومنعه إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين. وفي هذا السياق أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابته أن 7 أطفال استشهدوا في محافظتي غزة والشمال من جراء سوء التغذية، مشيرا إلى أن قطاع غزة أمام كارثة عالمية إن لم يجري وقف هذه الحرب وكسر الحصار، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه المجاعة. في غضون ذلك تحتضن اسطنبول دورة طارئة للمؤتمر الإسلامي لبحث تضليل إسرائيل واعتداءاتها ضد الفلسطينيين وخصوصا الصحفيين. وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تعقد هذه الدورة الاستثنائية لوزراء الإعلام بهدف مناقشة الجهود لمواجهة التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين. ومعنا بداية من غزة، من الميدان بالتحديد من جنوب القطاع من رفح، الزميل أكرم دلول ليضعنا في تفاصيل الأوضاع في قطاع غزة لهذا اليوم. أهلا بك أكرم. أهلا بك وبكافة المشاهدين. بالتأكيد الأوضاع على ما هي عليه هنا في قطاع غزة، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف حقيقة على كل المحافظات، ولكنها تتركز منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن على مدينة خان يونس التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي واسع. القصف المدفعي طوال الليل ظل متواصلا، الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أحزمة نارية على المناطق الجنوبية الشرقية وكذلك الجنوبية الغربية من المدينة، وسط اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية حتى الساعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما زال مشفى ناصر في خان يونس محاصرا، ما زال فيه عشرات المرضى والجرحى والمصابين وكذلك الأطفال الخدج يعانون مصير الموت المحقق في ظل منع إسرائيل إدخال أي من المقومات الطبية أو حتى المقومات الحياتية كالغذاء والطعام المقطوعان عن المرضى والجرحى وأيضا الطواقم الطبية منذ عدة أيام. مزيد من التحذيرات تطلقها وزارة الصحة هنا في غزة بشأن كارثية الوضع الإسرائيلي، مع العلم أن عدد من الجرحى ما زالوا ملقون في بعض الطرقات وكذلك داخل بعض البنايات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، ولكن الاحتلال ما زال يمنع طواقم الإسعاف أو حتى الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق التي تتعرض إلى هذا القصف الإسرائيلي. كذلك علمنا بأن قوات الاحتلال نسفت حيا سكنيا جديدا غرب مدينة خان يونس، وبالتالي يمكن القول أن هناك عشرات الأحياء السكنية حقيقة في المدينة التي تعتبر أكبر مدن قطاع غزة تعرضت للتدمير بواسطة المتفجرات. ويبدو أن إسرائيل بالفعل غير مكتفية بالقصف من الطائرات الحربية وكذلك من الزوارق وأيضا من المدفعية، وبالتالي وفق آخر المعطيات أن هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وهؤلاء يعني عدد كبير منهم كما أشرنا لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. كذلك وسط القطاع كان هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على شرق دير البلح وشرق المغازي وشرق البريج، إلى جانب الغارات التي استهدفت منازل مأهولة بالسكان في المنطقة الوسطى التي تتعرض منذ عدة أيام لوابل من الغارات الإسرائيلية تستهدف فيها الطائرات الحربية منازل مأهولة بالسكان والنازحين وحتى خيام النازحين وتجمعاتهم. آخر الغارات في المنطقة الوسطى قصف الطيران الحرب الإسرائيلي منزلا في بلدة الزوايدة، وهناك عدد من الشهداء والجرحى. في مدينة غزة كذلك تحديدا في حي الزيتون لا زال القصف المدفع الإسرائيلي مستمرا، كذلك لا زالت هناك عمليات قصف من الطائرات الحربية. كل ذلك يأتي في غمرة معطيات تشير بأن الاحتلال ارتكب مجازر بحق عائلات بأكملها
في حي الزيتون الذي تخوض فيه المقاومة اشتباكات ضارية وعنيفة، من دون أيضا أن يسمح جيش الاحتلال لسيارات الإسعاف بنقل الشهداء والجرحى. شارع خليفة المتاخم لمنطقة دولة أو منطقة شعفوط وسط حي الزيتون ما زال عرضة للقصف المدفع الإسرائيلي، وحقيقة القذائف المدفعية تنهال على منازل الآمنين في كل مكان. في شمال القطاع كذلك القصف مستمر، وفي رفح أيضا التي تأوي العدد الأكبر من النازحين لا زال القصف على ما هو عليه. لكن في مقابل هذا المشهد ما زالت هناك مزيد من التحذيرات بشأن تداعيات المجاعة المحققة التي يكتوي بنارها ويتلوع مرارتها حقيقة السكان في شمال قطاع غزة، الممنوع عنهم كل مقومات الحياة، الدقيق، الشراب، الطعام، كذلك المساعدات الإنسانية والصحية كلها ممنوعة عن قرابة 700 ألف فلسطيني. ما زالت تلاحقهم إسرائيل في كل مكان على صعيد محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة. أما في رفح فالأوضاع بالتأكيد ما زالت قاسية، يكتوي بنارها أيضا النازحون الذين يفتقدون كل مقومات الحياة. نحن نتحدث بالتأكيد عن مساعدات تدخل بنظام القطارة بين قوسين إنجاز التعبير للسكان والنازحين في مدينة رفح. هذه المساعدات تكاد لا تكفي حيا سكنيا واحدا ليوم واحد هنا في القطاع. قبل أن تبدأ إسرائيل هذه الحرب كانت تدخل مئات الشاحنات، ما لا يقل عن 500 شاحنة بشكل يومي لمحافظات القطاع المختلفة. اليوم ورغم هذه الكارثة الإنسانية وحالة التشرد التي يعيشها النازحون، إلا أن عدد هذه الشاحنات لا يتجاوز العشرات بشكل يومي في أحسن الأحوال. وبالتالي يعني حتى الآن هناك دق لناقوس الخطر حيال تداعيات الوضع الإنساني الذي ما زالت فيه إسرائيل تحرم أهالي قطاع غزة في كل المحافظات من كل مقومات الحياة، وإن كان المشهد أكثر خطورة في القاطع الشمالي من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أكرم دلول على هذه المعلومات. وإلى شمال قطاع غزة، حيث يطلعنا زميل محمود العواضي على الأوضاع الميدانية والإنسانية والصحية هناك، وتحديدا في مخيم جباليا، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وسط تحذير من مجاعة يشهدها القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي. نعم، نحن الآن في وسط معسكر جباليا في شمال قطاع غزة. الوضع الميداني سماع إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأصوات هي ناتجة عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء عبر الآليات المتمركزة في المناطق الشرقية لمدينة غزة بإطلاق نيرانها باتجاه المزارعين في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشرقية لمخيم جباليا. نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب يعيشه الناس هنا في شمال قطاع غزة، ناتج عن المجاعة التي تضرب شمال قطاع غزة. هذه المجاعة الحقيقية التي بات الناس يشعرون بها في ظل غياب المواد الأساسية والتموينية من مناطق شمال قطاع غزة، لا سيما مادة الطحين بكل أنواعه، الطحين الأبيض، الطحين القمح، حتى طحين الشعير والذرة الذي بات يستخدمه الناس في الآونة الأخيرة ويطحنوه، وهو الطعام الخاص بالدواب. الناس هنا كثيرا ما يوقفوننا في شمال قطاع غزة، يريدون أن يوجهوا رسائل للعالم بضرورة إنقاذ شمال قطاع غزة، خاصة مع انتشار الأمراض وتفشيها في كافة مناطق شمال قطاع غزة، لا سيما الريجان أو الكبد الوبائي أو حتى الإسهال وكل الأمراض التي يعاني منها الأطفال هنا في شمال قطاع غزة. المستشفيات مليئة بالأطفال نتيجة هذه الأمراض المنتشرة في مناطق شمال قطاع غزة. بالأمس كان وفاة لأحد الأطفال في داخل مستشفى كمال عدوان نتيجة انتشار هذا المرض بين الأطفال في شمال قطاع غزة، لا سيما أننا نتحدث أن المنظومة الصحية هي منظومة مترهلة وهي منظومة منهارة، لا سيما أن المستشفيات الموجودة وبدأت تتعافى هنا في شمال قطاع غزة، بالحديث عن مستشفى الشهيد كمال عدوان، هي تعاني من نقص في الوقود وتعاني أيضا من نقص في الكوادر ونقص في الإمكانيات في شمال قطاع غزة. هي تقتصر على تقديم خدماتها فقط للأطفال والنساء والتوليد واستقبال حالات الطوارئ أيضا في شمال قطاع غزة. بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من شمال قطاع غزة بدأت ظاهرة دفن الشهداء في المقابر بعد انتشالها من الأماكن العامة التي يقوم الناس أو قام الناس بدفن أبنائهم وشهدائهم داخل الأماكن العامة خلال الأيام الفائتة
بتنا نرى الأهالي يخرجون شهداءهم من تلك الأماكن ويدفنونها في المقابر التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب يعيشه الناس هنا في شمال قطاع غزة. العديد من الوقفات التي نظمت خلال اليوم والأمس وخلال اليومين الفائتين في شمال قطاع غزة. اليوم كان هناك وقفة تضامنية أمام المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، وبالأمس أيضا كانت وقفة للأطفال أيضا هنا في شمال قطاع غزة، ووقفة بعد صلاة الجمعة أيضا في وسط معسكر جباليا لمطالبة العالم بضرورة إغاثة أهالي شمال قطاع غزة في ظل المجاعة الحقيقية التي يعاني منها الناس هنا في شمال قطاع غزة. مجموعة من الرسائل التي يريد الناس أن يرسلوها للعالم هنا في شمال قطاع غزة. معنا إحدى السيدات، يعطيك العافية، قولي شو بدك. أنا تقريبا 25 نفر عندي في خيمة في مدارس أبو زيتون هنا في الشمال، كنا من منطقة بيت حنون، لينا دورنا كل شيء، طلعنا من دورنا لقيت تقريبا إن 10 أيام بناكل بس البلح. شفت التمرة؟ التمرة عندي 4 أطفال سنة وثلاث سنين وأربع سنين وسنتين وخمس سنين بصيحوا طنهار، 3 تمرات بنعطيهم طنهار، فيش طحين، الطحين 23 مليون الكيس، مين قادر يشتريه؟ لا حمص، لا رز، لا عدس، لا سلالك أطفال، لا حليب أطفال، لا مي حلوة، فيش لا خضرة، فيش حالة حاجة، لا لحمة، لا سمك ولا إشي. إحنا ذنب أطفالنا، حسبي الله ونعم الوكيل على الكل سبب الحرب. إحنا بنطلب توقفوا الحرب عنا، طحين فش، أكل فش، فيش أي حاجة بتتاكل، أولادنا ماتت من الجوع، ابني بعيط لي إيش بدها طعمي؟ بطعمي طمر بس، غير هيك هاي الموجود في غزة عندك هنا في الشمال، وإحنا غالي، الكيلو ب30 شيكل، إحنا بنطلب إنها توقف هذا الوقف الحرب نهائياً، وبنطالب هيك إن يخش لنا الطحين والمساعدات تخش على قطاع على الشمال وعلى قطاع غزة، متنا من الجوع. إذن هذه جزء من الرسائل التي أراد الناس أن يوصلوها هنا في شمال قطاع غزة في ظل تردي الوضع الإنساني والمعيشي للناس هنا في شمال قطاع غزة. وصلت بهم المجاعة هنا في مناطق الشمال إلى حد لا يمكن وصفه، الأطفال يموتون، الناس هنا يعانون من الموت البطيء جراء هذه المجاعة التي يعاني منها الناس هنا في شمال قطاع غزة. نرحب بضيفتنا هنا بالاستوديو الدكتورة رنا شكر، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، وأنت أيضا عضو في التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير. نريد أن نبدأ بداية يعني من هذه المعاناة في قطاع غزة، بالتحديد في شمال القطاع، هذا الجوع، حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والجرائم يعني التي قضت على كل شيء، على الحجر والبشر وحتى على الحيوانات والشجر. في الأمس كان هناك مؤتمر عقد، يعني دورة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي لتتحدث عن التضليل أيضا الذي تمارسه إسرائيل في العالم. اليوم إلى أي مدى يمكن يعني في ظل تفاقم هذه الأزمة أن تشكل مثل هذه المؤتمرات ضغطا على إسرائيل؟ ما هو وضع إسرائيل دوليا اليوم حتى نفهم أكثر في ظل هذا الانقسام؟ في ظل هذا الانقسام الدولي الحاد حول القضية الفلسطينية وحول ما يحصل اليوم في قطاع غزة، وحول مظاهر ليس مظاهر الإبادة الجماعية، الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، نجد أن كل ما هو من جماعات ضغط وكل ما هو من مؤتمرات هو اليوم فعال، يجب أن تتصاعد وتيرته بشكل أكبر، خاصة بالتلويح باجتياح رفح وبالتلويح بالمزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة. اليوم لابد نرى كصورة عامة أن هناك نوعا ما تراجع في الضغط والرأي العام العالمي مع ما بدت عليها الحرب منذ بدايتها، عندما تم هناك الحشود الكثيرة لدعم القضية الفلسطينية ولدعم المدنيين في قطاع غزة لوقف حمام الدم الذي ترتكبه إسرائيل يوميا ضد المدنيين. أي مؤتمر إسلامي أو أي ضغط عربي أو أي ضغط دولي أو أي ضغط من مجتمع مدني أو أي ضغط من نقابات أو من أحزاب هو يشكل عامل رئيسي إعلاميا نظريا لدعم القضية الفلسطينية ولوضع حد لإسرائيل في ممارساتها، ولكن بالمقابل إسرائيل لا تأبى
بكل المواثيق الدولية وبكل أو القوانين الدولية بما يتعلق بوقف الإبادة وبالمجازر التي ترتكبها ضد المدنيين. اليوم هي تلوح أكثر فأكثر بالمزيد، تلوح نوعا ما بعزل المدنيين أو إما باختيار مناطق آمنة للمدنيين في رفح، وهي لن تقوم بذلك لأنها هي أصلا منذ بداية حربها إلى منذ تاريخها إلى اليوم لم تحصد للمدنيين سوى الدماء، بالتالي هي لا تهتم لحياة الفلسطينيين ولا تهتم لحياة الأطفال في فلسطين. بالتالي كل ما تقوم بالترويج له من اجتياح ومن تأمين المدنيين ومحاولة إجلائهم هو فقط بالإعلام، وهي يوميا إلى اليوم ترتكب المجازر برفح وبقطاع غزة وبخان يونس ولكن الصمود، نعم الصمود بشكل عام، صمود الشعب الفلسطيني هو السبيل إلى النجاح. اليوم لا توجد معارك ولا توجد احتلال إلا وسيدفع الشعب الخسائر البشرية والمادية وسيحصد من أرواحه في سبيل هذه القضية. إذن لا يتحقق النصر إلا في الصمود، والصمود هو بحد ذاته دفع فاتورة من الدماء ستكون نتيجة هذه الفاتورة فيما بعد رفع رايات النصر. إنما أن نقول أن هناك حروب دون خسائر بشرية، أن هناك خسائر الأرواح هي بالتالي خسارة لقطاع غزة، خسارة للفلسطينيين أو خسارة، هي ليست بهذا الشكل. الحروب لا تقاس بهذه المقاييس، لا تقاس الخسائر أو الانتصار بالحروب بحجم الخسائر البشرية، إنما بحجم التحقيق العسكري في الميدان، تحقيق الأهداف الموضوع لهذا العدوان. كل أحوال يعني لا أحد يتقن الصمود بقدر أهالي قطاع غزة، ولكن يطرح سؤال انه لماذا تراجع هذا التأييد العالمي والشعبي على يعني في الشارع وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرتي؟ هو سؤال مطروح، ولكن اسمحي لنا بداية ان نرحب ايضا باستاذ الاعلام في جامعة بيرزيت معنا من رام الله الدكتور نشأة الأقطش. اهلا ومرحبا بك دكتور نشأة. يعني بداية برأيك اليوم بعد 140 يوما على هذا العدوان الإسرائيلي والزخم الذي شهدته القضية الفلسطينية وحتى الرواية الفلسطينية في بداية هذا العدوان، اليوم ما هو يعني وضع الرواية الإسرائيلية، وهل نجحت إسرائيل بالاستمرار في تضليل العالم بما يتعلق بما يجري في قطاع غزة حول الجرائم التي ترتكبها وحتى في الضفة الغربية المحتلة؟ باعتقادي الرواية الإسرائيلية لم تعد مصدقة حتى عند الجمهور اليهودي في الداخل المحتل. فقدت هذه الرواية مصداقيتها أولا، واليوم أصبح هناك قناعة على الأقل في داخل الكيان بأن هذه الحرب لا معنى لها، وأعداء والمظاهرات التي تنطلق ضد الحرب هي تزداد مع وجود تكاتف بين الأحزاب ورواية تروج بأنه لابد من إكمال الحرب، لابد من تحقيق النصر، إلا أنه أعداء هذه الحرب يزدادون، هذا داخلياً. على الصعيد الخارجي يجب أن لا ننسى أن اليهود في العالم، أن الصهيونية العالمية لها إمبراطوريات إعلامية، نعم، وهي قادرة على تلوين الرواية بطريقة مختلفة. طوال 75 سنة كانوا يذبحون الفلسطينيين ويقدمون رواية على أنهم الضحايا والفلسطيني هو الإرهابي. هذه اختفت، هذه انتهت. مليارات الدولارات التي أنفقت على الرواية لم تعد قابلة للتصديق. اليوم حتى اليهود في أمريكا بدأوا يشعرون بخطورة الوضع عليهم، وهم يتنصلون من الرواية الصهيونية التي بدأوا يقتنعون أنهم ضحايا لها وسيدفعون ثمنها في المستقبل. لذلك ما كانت عليه الرواية الصهيونية شيء فوق الخيال. هناك رواية صهيونية كانت تسيطر تماما على الأوساط الأكاديمية، الأوساط الإعلامية،
كانت تسيطر على الكنائس بشكل تام، بحيث هناك قناعة كانت بأن دعم إسرائيل مقدس ولا بد منه. طوال 75 سنة قبل هذه الحرب القاسية التي باعتقادي دخلت مرحلة خطيرة، كانت الرواية إنه الفلسطينيين هم المحتلين المستوطنات في الضفة، على الأقل 52% من الأمريكان و 50% من الأوروبيين كان لهم قناعة راسخة بأنه الذي يسيطر الستيلرز في الإكيوبايت تيريتوريز أر بالستينيان، المستوطنين في الأراضي المحتلة هم فلسطينيين. كانت هذه هي الرواية، كان الفلسطيني يقوم بعملية بسيطة ضد الجيش الاحتلال، وتنبري مؤسسات إعلامية ضخمة ودينية ضخمة وأكاديمية أيضا في هجوم على الفلسطينيين ووصفهم بالإرهابيين. هذه كانت الحالة، تراجعت الحالة حتى أصبحت هذه الرواية، حتى أوساط الصحفيين اليهود أو المتصهينين المسيحيين لم يعودوا قادرين على طرح هذه الرواية، وأصبحت الرواية الأخرى أقوى من روايتهم. نعم. طيب دكتورة رنا، يعني كنت تحدثتي بأنه هناك تراجع في يعني حجم التأييد على المستوى التحرك وليس على مستوى التأييد والتضامن الشخصي والفردي، ولماذا؟ يعني فعليا هي حققت هذه التحركات تغييرا كبيرا على مستوى الرأي العام العالمي، وحتى على مستوى يعني العالم العربي باستحضار القضية الفلسطينية واستذكار جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه الممارسات التي تابعناها جميعا خلال الأيام الماضية والأشهر الماضية، لماذا تراجع؟ أولا طول أمد الحرب، طول أمد الحرب، يعني الحرب لم تكن حرب سريعة، والحرب تجاوزت عتبة الأربع أشهر لهذه الحرب، بالتالي وحصول الهدنة بمكان معين من ثم معاودة إسرائيل لجرائمها في هذه المرحلة همد الرأي العام نوعا ما، فأصبحت دخلنا في مرحلة المفاوضات. عندما دخلت هذه المرحلة للتفاوض صور إعلاميا وصور للرأي العام كأن هذه الحرب سوف تنتهي، وكأننا سوف نذهب إلى التفاوض وسوف نذهب إلى حل هذه الأزمة أو حل إنهاء هذه الحرب على الطريقة السياسية، وهذا نوع من المراوغة من قبل إسرائيل. أيضا تغيير بالخطاب السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، من بعد ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تصرح وعلنا بالدعم المطلق والكامل لإسرائيل، أصبحت اليوم تغير إعلاميا أيضا من خطابها الإعلامي أنها هي لا تحبذ الاجتياح البري في رفح، أنها هي تمنع استهداف المدنيين، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. إذن أصبحت تصور أنها راعي إنساني لحقوق الإنسان في هذه المرحلة. هذا ما دفع بالرأي العام نوعا ما، هذا نوع من الغسيل للأدمغة إلى أن يهمد. وهنا نشير أن يجب النظر والالتفات إلى هذا الأمر، أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما تقوم به إسرائيل من أعمال دعائية إعلامية هي فقط بالصورة الإعلامية، ولكن على الأرض هناك تنسيق كامل من دعم عسكري، من دعم لوجستي، من دعم مالي للقيام بهذه الحرب. فبالتالي هي لم توقف حركتها العدوانية ولم توقف القتل في غزة، وإنما تراجع بطء، لن نقول أنه انتهى، إنما تباطأ الرأي العام. هنا يجب أن يعود بشكل أكبر. ربما لن نريد أن ننتظر لأن يصبح هناك مجازر دموية أخرى وإبادات جماعية في رفح حتى يعود هذا الرأي العام للانطلاق بصخب من جديد، إنما يجب أن تبقى الوتيرة هي ذاتها ولا تتراجع الوتيرة، أو لا يتعود الرأي العام الإسلامي قبل الرأي العام الغربي على مشهدية القتل، ويصبح هذا الأمر هو أمر عادي وأمر تعود النظر عليه. فبالتالي نحن لا ندافع أو لا نصرخ بأعلى أصواتنا لوقف هذه المجازر. بالتالي يجب العودة إلى المسيرات الخطابات المنددة بهذا العلم. اليوم أكثر
أكثر من أكثر أيام مضى، لأن اليوم لا شيء، رغم المحكمة العدل الدولية، رغم كل هذه التنديدات بما تفعله إسرائيل، لم توقف إسرائيل أعمالها العدوانية، بالتالي هي تذهب أكثر. وربما إنما هو هنا مربط الفرس. يعني دكتور، نشأت بالفعل تحركات على مستوى الشعوب العربية والعالمية كانت كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كانت تصطدم دائما بنوع من البرود في التحرك على المستوى السياسي بأفضل الأحوال، وتضامن وتفاعل مع إسرائيل بأسوأ الأحوال، بدءا من الدول العربية وانتهاءا بالولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى، وحتى يعني محكمة العدل الدولية وعدم إصدارها قرارا عاجلا بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ربما أيضا يعني أثار نوعا من خيبة الأمل لدى المحبين لفلسطين المتضامنين مع فلسطين خارج فلسطين بطبيعة الحال. بالأمس دكتور نشأت، يعني أولا إلى أي مدى كان فعلا لهذه الفجوة دور بنوع من تخفيف الحماس لدعم فلسطين، لأنه بتصطدم بالقرارات يعني المخالفة تماما لتوقعات الشعوب؟ وثانيا اليوم ما المطلوب يعني حتى يتم استعادة هذا الزخم؟ ما المطلوب لاستعادة الزخم؟ يعني هذا سؤال كثير مهم، ولكن دعينا نعود إلى الموضوع الأساسي. هناك رأي عام وهناك رأي كامن. الشعوب العالمية والعربية تضامنت وعبرت عن غضبها ضد الاحتلال وتضامنت مع الفلسطينيين بالشوارع. هذا الرأي لا زال موجود، ولكنه كمن. كمن بمعنى ربما لطول الحرب، وهذا متغير مهم، وربما لأسباب أخرى، الخوف، الضغط. في العالم العربي هناك حكومات تلاحق وتقمع الشعوب التي تتضامن. هذا لا يعني أن الشعوب لم تعد متضامنة مع فلسطين، ولكن هناك تيار ضعيف يقدر في بعض الدراسات ب 2 إلى 3% من الشعوب العربية التي غسلت أدمغتها، إما بالمال أو بالإسقاط أو أيديولوجيا. هم أصلا يهود دونما، يعني كامنين. هذول الناس ظهروا في الفترة الأخيرة يشككون بجدوى ما قامت به المقاومة، يشككون بحجم الدمار الذي تسبب لغزة، وقد ظهر أصواتهم ضعيفة ولكنها ظهرت. هذا صحيح آخر. إذن في العالم العربي هناك قمع، هناك ملاحقة، هناك وظائف يهدد بها الأشخاص، هناك أبناء يهدد الأب بهم، وبالتالي هذه الأنظمة المتصهينة أو المتعاونة مع إسرائيل، وهي كثيرة في الشرق العربي، بدأت تضغط على شعوبها لكي لا تتضامن. هناك حالة من الخوف من التضامن. في الغرب أعتقد هناك حرية أكثر، ولكن هذا الرأي الغربي الذي وعى الحقيقة هو لم يفقد دعمه لفلسطين، ولكنه كمن رأيه بسبب طول الحرب أو أحيانا بسبب الضغط والتهديد. ولكن عندما تنجلي هذه المعركة وتتضح نهايتها، الرأي العام ينتقل من رأي متحول سريع التغير إلى موقف ثابت. باعتقادي أن الرأي العام الغربي طبعا والشعوب العربية على الإطلاق لديها موقف راسخ اليوم من أن هذا احتلال، وأن هذا تطهير عرقي، وأن هذا إرهاب، وهذا سيبقى ولن يتغير ضد إسرائيل مهما حاولت أمريكا، مهما حاولت الصهيونية العالمية الضخمة من ضغط هذا الرأي، سيظهر في لحظة من اللحظات بشكل مختلف، ربما أعنف، ربما أكثر، ولكن هناك موقف عالمي اليوم وليس رأي، هناك موقف عالمي من أن هذا احتلال وهذا تطهير عرقي. نعم. وهذه الصفة يصعب التخلص منها، وإسرائيل لديها اليوم مشكلة كيف تبرئ نفسها من هذه التهمة التي بدأت في محكمة العدل الدولية، لكنها لن تتوقف هناك.
هي فكرة زرعت في عقول الشعوب وسوف تتطور إلى مواقف ومن ثم إلى سلوك. دكتورة، يعني هذه الفكرة التي زرعت في عقول الشعوب كما تفضل الدكتور نشأت الأقطش، هل يمكن لإسرائيل أن تمحوها مجددا، أم أنه يعني هي نقطة تحول هذه الحرب تجاه النظرة العالمية لإسرائيل، وحتى ربما ينسحب عليها إعادة نظر بعد أن تنتهي هذه الحرب في حتى نوعية العلاقات التي تربط الدول بإسرائيل، وإن كانت إلى الآن يعني لم توضع على الطاولة؟ لن تستطيع إسرائيل بكل ما تفعله، خاصة من بعد طوفان الأقصى، أن تغير هذه الوجهة الذي حاولت جاهدة قبل طوفان الأقصى أن تلغيها. هي قبل الطوفان حاولت تهويد الدولة الفلسطينية بجعل هذه الدولة الفلسطينية هي دولة يهودية، وسارعت من بعد الحرب إلى طمس كل ما إلى طمس الهوية، إلى تدمير كل مؤثرات أو كل السجلات التي تدل على هوية هذا الشعب. بهذا العمل رسخت لدى عقول العرب الذين كانوا ذاهبين أصلا للتطبيع، وربما كان ستتدحرج الكرة من دولة إلى دولة أخرى لتذهب أكثر التطبيع، كتوصيف إسرائيل بأنها وجه ديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط اليوم تراجع جدا، وأصبحت هذه الأجيال الصاعدة التي أنشئ، نحن نشأنا على فكرة الحرب، ونشأنا على فكرة أن إسرائيل هي عدو، ونشأنا على فكرة أن العرب هم بواجهة مع إسرائيل، وأن هناك ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي وليس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. عندما نقول صراع عربي إسرائيلي إنما نشمل كل المنطقة العربية وكل الأمة الإسلامية، ولكن هذا الجيل الحديث نشأ على فكرة أننا نحن نريد علاقات مع إسرائيل، ونحن نريد أن نعيش بسلام مع إسرائيل، ونحن نريد حل الدولتين ونبقى على تعاون مع الإسرائيليين وننسى كل الماضي الإجرامي الذي فعلته إسرائيل. جاء طوفان الأقصى ليضع النقاط في مكان كانها المناسب، أن هذا العدو هو عدو إجرامي، أن الصورة الديمقراطية الذي هو تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول كما قال الدكتور كل التجمعات اليهودية في العالم، التجمعات الصهيونية التي لديها صخب إعلامي كبير، واليوم نرى هذا الصخب الإعلامي عبر الاستيطان وعبر معاودة الاستيطان والحث الإسرائيليين على الاستيطان في قطاع غزة، اليوم هناك إعلام إسرائيلي وإعلام يهودي يحبذ هذه المقولة ويريد إعادة إحياء الاستيطان الإسرائيلي. نعم. الذي لم يتوقف ولكن لأن يستمر بوتيرة أكبر، وهذا أيضا متحول خطير في القضية الفلسطينية ويجب الانتباه له، يعني محاولة تهجير الفلسطينيين وتسكين اليهود بمكان الشعب الأصلي، وهذا الصهاينة وهذا المنعطف الخطير اليوم في هذه القضية الذي يجب أن تتكاتف كل الدول الإسلامية والدول العربية لوضع الحد له. المؤشر في الإيجابي أنها هي لن تستطيع طمس الهوية الفلسطينية، إن إعادة إحياء الذاكرة الفلسطين والتضحيات التي يقومون بها وكل ما قدموه في سبيل هذه القضية اليوم هو موجود. نعم. اليوم هو أكثر تفاعل، اليوم أصبحت إسرائيل ينظر إليها جزء من العالم، لأننا نقول العالم أجمع، بالنظرة الإرهابية، بنظرة الإجرامية، سواء بالعالم الغربي أو بالعالم العربي، وهذا أيضا متحول ثمن من ثمن الحرب التي دفعت في غزة، الثمن الإيجابي منها، ونحن نقول ليس هناك حروب بدون دفع أثمان، وليس هناك نصر بدون تضحيات، إنما التضحية الذي يدفعها اليوم الشعب الفلسطيني هي ستكون في المقابل إعادة إنصاف هذه القضية، وإعادة اليوم لا نستطيع العودة إلى الوراء، إنما اليوم التطلع هو لمرحلة ما بعد الحرب، كيف ستنتهي وجهة هذه الحرب؟ نعم. وما هي الوجهة التي ستنتهي عليها؟ هل ستنتهي بحل سياسي؟ أم سيبقى؟ هل ستنتهي بحل حركة حماس والفصائل المقاومة؟ أم ستنتهي بنصر لهذه الحركات والفصائل، بالتالي نصر للأمة العربية جمعاء؟ هو من سيحدد خارطة الطريق المستقبلية بالنسبة لدولة فلسطين وبالنسبة لموقع إسرائيل وعزلة إسرائيل دوليا، خاصة بعد الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، الدعم الغير مسبوق في هذه الحرب
الذي أشرنا أن صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تقول أنها ضد جرائم الإبادة وضد أنها هي لن تطلب وقف إطلاق النار ولا تأتي على ذكر وقف إطلاق النار، إنما تدعم بطريقة كما قلت غير مسبوقة هذا الكيان للاستمرار بإجرامه والإسرام بهذه الحركات الاستيطانية الذي سوف يقوم بها إن انتصر، ونحن نقول إن شاء الله لن ينتصر إن شاء الله. دكتور نشأت، يعني إذا ما أردنا نتحدث عن تهجير الفلسطينيين وبالتحديد يعني عن المخططات في الضفة الغربية المحتلة وعلى صعيد الرواية، يعني اليوم الرواية الفلسطينية في غزة بالتحديد باتت يعني منتشرة في العالم، ماذا عن الضفة الغربية المحتلة والتي بالفعل يعني حتى اليوم يتم الإعلان عن بناء وحدات جديدة في مستوطنات غير قانونية، حتى جوزيف بوريل وصف أنه إعلان سموتريتش حول ذلك بأنه إعلان تحريضي وخطير، ولكن على المستوى العالمي ما هو وضع الضفة الغربية وما يجري فيها من تضييق، من قمع، من اعتقالات، من احتلال تعانيه، وحتى يعني نوع من الحصار الاقتصادي على المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية؟ يعني 750 ألف مستوطن اليوم عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس طبعا، هذا رقم مهول، يعني تقريبا احنا 3 مليون هم وقريبا سيصبحون مليون. هذا واحد. اثنين، الحكومة الإسرائيلية هي المستوطن، هي اليمين، هي كتات المستوطنين، فتية الجبال الذين أنثوا فسادا في المنطقة، وهذه الحكومة قوية ومتماسكة لأن نتنياهو بحاجة لها، بالتالي هناك دعم مادي ومعنوي ولوجستي من الحكومة لهذا الاحتلال. وعلى ما يبدو أن الدعوات الغربية، الدعوات الأمريكية، الدعوات الدولية لتخفيف الاستيطان، لوقف الاستيطان، لمنع تهديدات المستوطنين لا تلقى بالا في الكيان، وكأن دولة الكيان لم ترى أحدا ولم تعد راغبة أن تستمع من أحد. وباعتقادي هذه أكبر نعمة حصلت في القضية الفلسطينية منذ 100 عام. من قبل هؤلاء هم من أسس الاستيطان، شامير وشارون ورابين يأخذوا جوائز السلام، هم من أسس الاستيطان وهم من دعم الاستيطان، وكانوا في العالم يصورون على أنهم دعاة سلام. هنا كانت الخدعة وهنا كانت الرسالة والرواية الصهيونية التي استمرت على مدار من 79 حتى الآن وكانت ناجحة، يذبحون بيد ويدعون السلام ورسالة المظلومية. رسالة اليهود في العالم بسيطة، أولا يعني يجب أن نفهم الرسالة لكي نجيب عن هذا السؤال. ما هي الرسالة؟ رسالة اليهود في العالم رسالة المظلومية، وربطوها بالهوليكوست واللاسامية، رسالة بسيطة جدا، وقدموا نموذج للعالم على هذه الرسالة المظلومية، أولا بمذابح الهوليكوست، ثانيا ببعض العمليات الفدائية التي كانت تنفذ في المدنيين، استطاعوا أن يصنعوا هذه الرسالة القوية، هذه الأولى. ثانية رسالة دينية، اليهود تركوا الأديان جميعها بما فيها الحركات الإسلامية، بعض الحركات الإسلامية والكثير من الحركات المسيحية، فأسسوا فكر مسيحي ديني يؤمن بأن دعم إسرائيل واجب لعودة المسيح عليه السلام. من هنا هذه الرسالة استمرت طوال فترة طويلة عند المتدينين، وهم ليسوا كثر في أمريكا وأوروبا ولكنهم موجودون، واستمرت لفترة طويلة. اليوم هذه الرواية تتفتت عندما قدمت إسرائيل نموذج الدولة الدينية المتطرفة بشكل ابن غفير، هم يعني أضعفوا هذه الرواية، لم تكن مصدقة، وبالتالي يعني ما يجري في الضفة الغربية قاسي جدا بالمناسبة، لا نقارنه بالظلم والجوع والحصار في غزة،
ولكنه صعب. هناك أسر بدأت تجوع في الضفة الغربية، هناك حصار من نوع مختلف في الضفة الغربية. السياسة الإسرائيلية كانت تقوم على قاعدتين: تجويع وحصار غزة، والرفاهية في الضفة الغربية. اليوم هناك حصار على الضفة الغربية، كل قرية عليها بوابة يمكن إغلاقها ومنع الدخول والخروج، كل مدينة عليها حواجز، والطرق الرئيسية مغلقة، وعلى الفلسطينيين أن يسلكوا طرق بديلة. هناك تجويع في الضفة الغربية لم يصل إلى حالة الموت الذي وصلت إليه غزة، ولكنه موجود. هناك 350 ألف عامل لم يعودوا يعملوا، وهناك رواتب موظفين لم تدفعها السلطة منذ 5 شهور. هذه الممارسات دكتور نشأت، ما هي مآلاتها؟ خاصة وأن الضفة الغربية يعني في سنوات مضت كانت هناك شهدت انتفاضات وانفجار للأوضاع، ربما الظروف حتى لم تكن مثل اليوم، يعني لم يكن هناك عدوان بهذا الحجم من الإجرام يتزامن مع إجراءات تقييدية واستهدافات للمدنيين وتكميم للأفواه في الضفة الغربية وانتشار أيضا للمستوطنين بطبيعة الحال. بالتالي اليوم ما هي مآلات هذا السلوك الإسرائيلي تجاه الضفة؟ الوضع في الضفة الغربية من العام 2015 غير مستقر. يوميا هناك عشرات المحاولات لعمليات دهس أو طعن أو إطلاق نار. تطورت عمليات الحجارة التي بدأت اليوم إلى إطلاق نار في أي مكان تدخل قوات الاحتلال. فالمآلات هي انفجار، ولكن عاملين يحبطوا هذا الانفجار: أجهزة الأمن الفلسطينية المنظمة والمدربة والمدعومة، والتي ليس في مصلحتها تفجير الوضع في الضفة الغربية، لأنها تعتبر هذا في مصلحة حماس. يعني الند السياسي، والشيء الآخر قوة الاحتلال. قوات الاحتياط الصهيونية الموجودة في الضفة الغربية بعد سحب قوات نظامية إلى الشمال والجنوب، هم هو الإجرام، السرقات، يعني يقتحمون البيوت بهدف السرقة ويقتلون بهدف القتل. فهم يعني قوات احتياط لا تأخذ رواتب، وبالتالي تمارس نوع من الغطرسة. فالضفة الغربية مرشحة إلى نوع من التصعيد الخطير، لأنه قوات الاحتلال التي تسكن في الضفة الغربية هي قوات الاحتياط التي ليس لها رواتب جائعة أو أموال، وهناك في المقابل حنق شعبي شديد ضد ما يحصل في غزة. ولكن العاملين هذول، قوة الحواجز وكثرتها وإغلاق القرى بالبوابات، هذا العامل الأول، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهي ليست سهلة. نعم. لأنها لا تعتمد، لن تسمح بذلك. نعم. طيب دكتورة رنا، أريد أن أسألك عن العلاقات بين الدول مع إسرائيل، وعلاقات إسرائيل أيضا، يعني التوجهات الإسرائيلية في علاقاتها أيضا مع الدول بعد هذا العدوان. رأينا تغييرات مثلا اليوم في البرازيل، هناك تغييرات أيضا، ليست تغييرات ولكن مواقف على مستوى كبير جدا تغضب الإسرائيليين. في جنوب أفريقيا أيضا سيكون لهذا التحرك على مستوى محكمة العدل الدولية بطبيعة الحال تأثيره أيضا على جنوب أفريقيا لناحية علاقاتها. وحتى الدول العربية، السعودية حتى اليوم ترفض التطبيع، حتى إعطاء الفلسطينيين دولة فلسطينية ويعني إيجاد حل في فلسطين. بالتالي ما هي مآلات إسرائيل علاقاتها مع الدول الأخرى؟ هذه الدول اليوم التي هي تناهض إسرائيل ببعض الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، وليس بكل، ليس كإسرائيل كدولة، إن هي تعترف بإسرائيل كدولة منذ البداية، وهناك تبادل سفارات وهناك علاقات دبلوماسية تجمع البلاد. إنما ما قامت به دفع بهذه الدول التي أصلا هذه الدول أنشئت على
على أساس إذا كنا نقول فنزويلا أو إذا نقول البرازيل على أساس أن هي تدعم الحركات المقاومة وهي تناهض كل ما يسمى بسفك الدماء أو بالإبادات الجماعية. ولكن بالنسبة لإسرائيل كدولة أو ككيان، هذا الكيان هو لا يأبأ إذا نقول بالدول التي تعد هي من دول الصف الثاني، إنما من يهمها هي الدول الاستعمارية الكبرى، نعم. الدول الصف الأول. وإذا نظرنا إلى دول الصف الأول، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، نجد كل هذه الدول هي داعم وبطريقة كبرى للسياسة الخارجية لإسرائيل في حربها على غزة. فبالتالي هي لم تأبه نوعا ما، وأن كانت تشكل نوع من الاعتراض، هي لم تأبه بهذه الأصوات الصارخة من بعض الدول التي تعد هي لا تجمعها فيها علاقات اقتصادية كبيرة، لا تجمع فيها علاقات سياسية قوية، وليست الدعم العسكري، ليست من يمد بالسلاح، ليست من يمد بالذخيرة، إنما تسلط كل نظرها على هذه الدول الكبرى. واليوم هذه الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعتبروا الدول العظمى في العالم، هؤلاء هم بدعم مطلق لإسرائيل في حربها. بالتالي وإن تراجعت إسرائيل بالمنظور الرسمي العالمي بحجم التعاطي التي تقوم به، وإن صور للعالم أنها هي تقوم بهذه الانتهاكات، ولكن تبقى استمراريتها من استمرارية ودعم هذه الدول. عندما تقف الدول العظمى على حياد، أو عندما توقف الامتدادات العسكرية، لا تستطيع، والمالية، لا تستطيع إسرائيل القيام بحركاتها في الشرق الأوسط. ولكن مشروع الشرق الأوسط الذي بدأ مع كونداليزا رايس والذي مستمر إلى حد اليوم، والذي هو وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، هي لن توقف دعمها لإسرائيل، لا حبا بحقوق الإنسان ولا لأنها راعية للديمقراطية في العالم، إنما هي من يهمها هي أهدافها ومصالحها الاقتصادية ومصالحها السياسية في قلب هذا الشرق الأوسط، خاصة بوجود المحور هذا كان يتنامى وكان يقوى يوم بعد يوم، وهو محور المقاومة الذي يمتد من إيران إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق، كل ما بعض بعض. فهي الوجهة واليمن لا تريد القضاء فقط على حركات حماس وحركات الفصائل، إنما هي تريد قضاء على محور كان خطتها استراتيجية فيما بعد من بعد ما أن تنتهي الحرب في غزة. ولكن وجهة الحرب في غزة وما قامت به الفصائل الفلسطينية وتوحيد الساحات والدعم اللبناني من جهة والدعم اليمني من جهة والدعم العراقي من جهة أربك الإسرائيليين بحربهم، لذلك طالت الحرب، لأنهم لم يستطيعوا حسم الحرب كما كانوا متوقعين أنهم يستطيعون خلال شهر واحد القضاء على حماس بالتفوق العسكري الذي تمتلكه إسرائيل ضد مقارنة مع حجم المقتنيات العسكرية التي تمتلكها الفصائل المقاومة. ولكن أثبتت هذه المحور أن ليس من السهل الانتصار السريع، لن يتحقق بهذه السهولة. هناك نقطة أخيرة يعني دكتور نشأت أريد أن أناقشها معك، إنهاء الانقسام السياسي، وأنت تحدثت يعني عن خشية قوات الأمن الفلسطيني من سيطرة حماس فيما لو انفجرت الأوضاع في الضفة الغربية، فيما لو كان هناك حكومة، ربما حكومة تكنوقراط ما يحكى عنه يعني الآن في الإعلام، ويعني تم إنهاء هذا الانقسام على المستوى السياسي، لأنه على مستوى الشعب الفلسطيني هناك وحدة يعني وتجمع حول أحقية المقاومة. ولكن فيما لو تغير الوضع السياسي في فلسطين، هل يمكن يعني أن تكون هذه الحرب هي فعلا بداية انتهاء هذا الانقسام السياسي؟ وهل الوحدة الفلسطينية على مستوى السياسة هي مفتاح الحل للأزمة؟ يعني ينتهي الانقسام في فلسطين عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أسلوبه غلط، روايته غلط، سرديته لا بتزبطش. إما أن تقتنع حماس بأن المقاومة يعني الغير مجدية، وعليها أن تسير في ركب التسليم لإسرائيل، يعني العملية السلمية على أمل أن تعطينا إسرائيل شيء، أو أن تقتنع السلطة الوطنية.
بأن طريق السلام الذي مشت فيه لمدة 30 سنة لم يحقق شيء، لأنه لا يوجد نية صهيونية لإعطاء دولة فلسطينية. هذا هو الحل الوحيد. في الوضع الحالي هناك برنامجين متعارضين وخطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا. ما لم يقتنع أحد الطرفين بفشل خطته هذا لن يحصل، وبالتالي لن يتنازل طرف لطرف آخر، لأن حتى دخول منظمة التحرير وهو ما يجري الحديث عنه اليوم في الإعلام، انضمام حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى إلى منظمة التحرير، حتى هذا باعتقادي مستحيل، لأن هناك شروط على من يدخل منظمة التحرير، وهي شروط الرباعية وأن يعترف بإسرائيل ويقبل حق إسرائيل بالوجود ويقبل التزامات منظمة التحرير. هذه شروط باعتقادي تفقد المقاومة معناها، وبالتالي هناك صعوبة في هذا الأمر. إلا إذا عجزت إسرائيل عن تحقيق أهدافها في غزة وصمدت المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها، وإسرائيل مضطرة أن توافق على عملية سلمية، في هذه اللحظة ممكن أن يجتمع الطرفان في حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، لكن يبقى الانقسام الجغرافي، غزة والضفة الغربية بينهم انقسام جغرافي بعيد، وبالتالي هناك يعني أحلام بالوحدة الوطنية التي ترسخت بين الشعب في نابلس وفي جنين، وتعزز الانقسام على المستوى القيادي بين فتح وحماس ويزداد التقليد. نعم، الشارع الفلسطيني موحد، المشكلة هي اتفاق الطرفين الرئيسيين على حكومة وحدة وطنية أو حكومة خبراء. نعم، بعيد، لأن حكومات التكنوقراط اللي صارت بال 2010 و 2017 كانت حكومات شكلية ولم تنجح. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نشأة الأقطاش، أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، كنت معنا من رام الله. كل الشكر لك دكتورة رنا شكر، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والعضو في التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين، على وجودك معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نشرة لآخر الأخبار مع الزميلة فتون عباسي على رأس الساعة. إلى اللقاء.